السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الثالثة من مادة قضايا مجتمعية. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن القضية السكانية. معاكم دكتورة مي محمود حسن، مدرس بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض جامعة بنها. عايزين نتكلم عن القضية السكانية. والقضية السكانية الحقيقة هي عبارة عن مشكلة عالمية ملحة ظهرت في أوائل القرن العشرين ولحد وقتنا الحالي. هي عبارة عن زيادة غير منتظمة وغير مدروسة في عدد السكان. بدأ عدد السكان يزيد جامد، وبقى فيه فروق ما بين عدد المواليد ومعدلات السكان في مناطق العالم كلها. فبالتالي الفروقات دي ممكن تخلي في عدم عدالة في توزيع الموارد العالمية، ويبقى الحظ الأوفر من الثروات بقى في إيد شعوب معينة وشعوب تانية تعاني من الفقر. فلما نيجي نقول مفهوم القضية السكانية، فهنلاقي ان هو عبارة عن اختلال التوازن بين عدد السكان من ناحية وحجم الموارد من ناحية اخرى. يبقى هو اختلال ما بين عدد السكان وحجم الموارد، مش متناسقين مع بعض، في اختلال في التوازن. تمام. طيب تأثير بقى الزيادة السكانية دي على مجالات كتير او جوانب كتير، اثرت ازاي؟ اول حاجة هنشوف تأثيرها على قطاع الكهرباء. طبعا عندي نمو سكاني متزايد، فده هيأثر على كل القطاعات منهم قطاعات الطاقة او الكهرباء، فهيبقى في ضغوط مستمرة. وده حصل بالفعل الاعوام الماضية، كان في ضغط مستمر ومش عارفين نغطي احتياجات المواطنين من الكهرباء. الحاجة التانية انخفاض المستوى المعيشي للأسرة. برضو الزيادة السكانية الكتيرة دي ادت لعجز في الخدمات العامة بكل انواعها، وبدأت تأثر على خدمات مثلا الصرف الصحي. بدأت تأثر ان بقى فيه طوابير عيش، وبقى فيه صراع عشان احصل على رغيف العيش. انتشار البطالة، برضو زيادة عدد السكان بدأت يبقى فيه عجز في فرص العمل. ما عنديش فرص عمل لكل الناس اللي قدامي دي، فبالتالي بدأ يبقى فيه ارتفاع في نسبة البطالة، مبقاش فيه توافر فرص عمل للجميع. الضغط على موارد الدولة للإنفاق على التعليم والصحة والمواصلات. أنا بدأت كده الكثافة السكانية دي بتأثر في الدولة نفسها. ما هو الدولة عايزة تبدأ توفر تعليم، توفر صحة، توفر مواصلات، مفيش موارد لكل ده، والزيادة السكانية مستمرة. فبالتالي بدل ما الواحد يلاقي مكان في مدرسة يتعلم، ومكان في مستشفى يتعالج فيها، ومكان في وسيلة مواصلات، لا، ده بدأ يظهر فيه ازدحام، وفي الناس مش لاقية ان هي تدخل مدرسة تدخل المستشفى. لا طبعا أثر. طيب الانخفاض في نسبة الأجور في القطاع العام والخاص. طبيعي الناس عمالة تزيد تزيد تزيد، والموارد شبه زي ما هي، فبالتالي هيبقى الأجور هتقل، سواء بقى في القطاع العام أو الحكومي أو القطاع الخاص. ما هو مفيش فلوس إن أنا أشغل كل الناس دي وأديهم أجور عالية. كمان الزحف العمراني وتآكل الرقعة الزراعية. طبيعي لما الزيادة المستمرة في عدد السكان دي تستمر، فأنا عايزة أسكنهم، الناس دي هتسكن فين؟ فبدأت أدخل بقى على الأراضي الزراعية واستصلحها، وأقول لا، إحنا هنخليها بدل ما هي أراضي زراعية، لا إحنا هنبني عليها عشان الناس تسكن، وبشكل عشوائي طبعا. فكده بدمر الأراضي الزراعية اللي عندي، وبالتالي برضو بقلل في الموارد. ما هي الأراضي الزراعية دي لما تقل، طبيعي إن الموارد كمان هتقل. زيادة معدلات الجريمة. طبعا كلها تراكمات على بعض يا جماعة. يعني أنا دلوقتي لما الزيادة السكانية بتزيد، لو جبناها من على مستوى الأسرة، الأسرة اللي عندها طفلين ولا اللي عندها 10؟ اللي عندها 10 ولا اللي عندها 5 ولا اللي عندها 6 أكيد مش هتعلمهم زي اللي عندها طفلين، أكيد مش تقدر تصرف عليهم ولا هيبقى عندها موارد ليهم زي اللي عندها طفلين. فبالتالي هتطلعهم ناس يعني مش سويين، وهيبقى معدلات الجريمة في الدولة هترتفع. ارتفاع نسبة التلوث، وده برضو زي ما احنا اتفقنا من شوية ان احنا بدأنا نجور على الأراضي الزراعية ونخليها تبقى حاجات سكنية للناس. فبالتالي الأراضي الزراعية والشجر ده بيعمل ايه؟ ما هو بينقلنا الجو من ثاني أكسيد الكربون ويدينا أكسجين عشان يبقى البيئة بتاعتنا مناسبة وكويسة. لا، أنا بقى لما هقلل من الأراضي الزراعية دي، فهيبدأ يزيد عندي ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ونسبة الأكسجين هتقل. فبالتالي بيبقى فيه عدم توازن في البيئة بتاعتنا. كمان بخلى الناس تبدأ تهاجر من المناطق الريفية للمناطق بقى الصناعية، عايزين يروحوا بقى للصناعة، بدأوا يهملوا الزراعة وعايزين يروحوا للمناطق الحضرية أو الصناعية.
فبالتالي بدأ التلوث يزيد. ما هي كل المصانع دي بتخرج لك حاجات تلوث الجو، ومفيش الأراضي الزراعية الكافية اللي تنقي الجو، وبالتالي هيبقى في عندي ازدحام وضوضاء برضو. تأثر نصيب الفرد من المياه، برضو أنا عندي موارد مائية محدودة، فلما يجي بقى في زيادة سكانية وعايز السكان عمال يزيد يزيد، فبدأ يبقى في فجوة ما بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة. فبدأنا بقى بسبب الفجوة دي خفضناها ازاي؟ بدأنا نعمل اعادة تدوير للمية، هناخد بقى المية وننقيها، هنعمل ايه؟ تأثر اقتصاد الدولة طبيعي، كل اللي احنا ذكرناه قبل كده ده هيأثر في اقتصاد الدولة، لان طبعا مفيش تناسق بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي، فمهما الدولة حاولت تزود من مواردها الاقتصادية هيجي النمو السكاني وياكل كل ده. تقليل رأس المال، طبعا كل فرد له حصة من رأس المال الخاص بالدولة، همثلها لكم بالأسرة. أنا كرب أسرة عندي طفلين وبيدخل لي في الشهر 2000 جنيه، فخلاص أنا عرفت أن أنا بنفق على كل فرد بيكلفني كذا في الشهر أو في السنة أيا كان. لما هاجي أجيب أطفال أكتر وأكتر 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 وعندي الزيادة عمالة تزيد، فحصة كل فرد من اللي عندي هتقل. يعني انت ما يبقى معاك 2000 جنيه وهتصرف على طفلين، ولا نفس ال 2000 جنيه وهتصرف على 7، فكل فرد من الاولاد دول هتقل حصته. هي دي نفس الفكرة بالظبط، ان احنا لينا حصة في راس المال اللي موجود في الدولة، بس مع زيادة المعدل السكاني بتاعنا بيؤدي لخفض دخل الفرد. نقص الغذاء، طبعا ما بقاش برضو في موارد متاحة عشان تغطي النمو السكاني الغير طبيعي ده، وكمان زي ما اتفقنا ان احنا دخلنا على الاراضي الزراعية وبدأنا نجور عليها، فبدأت الدولة ما عندهاش موارد ذاتية جوه بلدها، فبدأنا نحتاج للاستيراد، نستورد بقى من دول اخرى، عايزين ناكل فهنبدأ نستورد من دولة اخرى. زيادة النفقات، زيادة النفقات المترتبة على تربية الاطفال، ما هنا برضو زي ما اتفقنا لما اجيب 4-5 اطفال فانا عايز فلوس زيادة عشان اقدر اربيهم، عشان اقدر اصرف عليهم، عشان تعليمهم، عشان صحتهم، فبالتالي نسبة الادخار لدى الافراد هتقل. لو انا معايا طفلين ممكن اكون بعين 1000 جنيه في الشهر مثلا اوفرهم، او 500 جنيه في الشهر اوفرهم. لما بقى معايا اكتر من طفل، لا ده انا ما بقتش ادخر كمان، ده انا عايز نفقات زيادة عشان اقدر اصرف عليهم، وهو ده فعلا اللي بيحصل وبيأثر على الاقتصاد العام للدولة. طيب الاثر الاجتماعي، بتقلل طبعا الزيادة غير الطبيعية دي بتقلل من مستوى المعيشة السليمة للفرد، فبالتالي بقى فيه زيادة طلب على المنتجات وقلة عرض. ما انا ما عنديش موارد مواد خام، ما عنديش حاجات اعرضها، فبالتالي بدأت ان انا ابص للاستيراد ومبقاش في تصدير للدولة كتير. الاصل الزراعي برضو اتكلمنا عليه، ان احنا بدأنا نحول الاراضي الزراعية لصالح اي خدمات لوجستية. بقى ايه هي الخدمات اللوجستية؟ زي ان انا عايزة ابني مستشفى، اعمل مباني معينة، ابني مدارس، فبالتالي حصة الفرد الواحد من نصيب المحصول الزراعي هتقل وهيقل الادخار. تمام، يبقى كل ده هيأثر في اقتصاد البلد في النهاية. طيب الأثر التنموي، عندنا علماء الاقتصاد قالوا ان لازم استثمر من 2-5% من الدخل القومي اللي داخلي لو نسبة السكان زادت بنسبة 1%. تمام، طيب انا دلوقتي عندي المعادلة غير متكافئة، ده انا بزيد بنسب مهولة، فبالتالي هبتدي ان انا اخد كتير من الدخل القومي، مش هقدر اوفر، ده انا مش هقدر توفر، وبالتالي هيقلل من نسبة الاستثمارات في الدولة وهيؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة. قلة الموارد الطبيعية، انا عندي الارض ليها انتاجية محدودة للطعام والماء، انا ما عنديش وفرة في الاكل والشرب، خلاص، فالزيادة الكبيرة في عدد السكان بيزيد من الطلب على هذه الموارد. طيب نيجي نتكلم على مصر والقضية السكانية. زي ما ذكرنا بالظبط ان القضية السكانية دي عبارة عن عدم توازن ما بين عدد سكان الدولة وبين الموارد والخدمات المتاحة. طيب انا ما ينفعش ابص القضية السكانية على انها زيادة عدد السكان فقط. ليه بقى؟ لان انا ممكن يبقى عندي زيادة في عدد السكان بس عندي موارد كتير تكفيهم،
فساعتها مش هقول دي قضيه سكانيه، ايه اللي خلاها قضيه؟ فالقضيه لازم عشان اقول ان انا عندي قضيه يبقى في عدم توازن ما بين الاثنين، عدد السكان والموارد. تمام؟ طيب طيب يعني نقدر تقول ان اسباب الزياده السكانيه في مصر ممكن تكون اسبابها العادات والتقاليد اللي بتؤيد الزواج المبكر. عندنا زمان كان يقول لا البنت تتجوز بدري، مش عارفه ايه، ختان الاناث، تفضيل انجاب الذكور على الاناث، الناس بتحب تجيب صبيان اكتر من بنات، عدم استخدام وسائل تنظيم الاسره، دي مهمه جدا، ما هو لو استخدموا وسائل تنظيم الاسره ممكن يكتفوا بطفلين بثلاثه بالكتير، عدم الاكتفاء بطفلين، ثقافه الانجاب اللي هي من زمان واحنا نقول ايه هات عيال كتير لان دول عزوتك وسندك، فكان في ثقافه كده زمان ان كتر الانجاب ده له علاقه بالعزوه وبالسند، وده ادى لايه؟ ادى ان بقى تعداد سكان مصر 100 مليون نسمه، ودي اول دوله عربيه بتوصل لمرحله الانفجار السكاني، ما بقاش بقى كثافه سكانيه، ده بقى انفجار سكاني. دي منين؟ من انخفاض معدلات الوفيات وثبات معدل المواليد المرتفعه، يبقى عندي مواليد زياده ووفيات قليله، فبالتالي بقى عندي انفجار سكاني. طيب ايه سبب فشل البرامج السكانيه اللي بنعملها عشان نواجه القضيه دي؟ اول حاجه قله الوعي بالمشكله السكانيه، احنا ما عندناش وعي كافي بالمشكله السكانيه ومدى اضرارها وحجم اضرارها لينا كافراد وللبلد واقتصادها، ففي قله وعي بالمشكله السكانيه. كمان من ضمن الاسباب انتشار الاميه، الناس في نسبه جهل عاليه، تاخر دخول المراه ميدان العمل، كان من زمان الست دي للبيت انما ملهاش علاقه بالشغل، فتاخرنا قوي في دخول المراه للعمل. طب هتفرق في ايه ان الست تدخل ميدان العمل؟ لان الست اللي بتشتغل فكرها مختلف عن الست اللي قاعده في البيت، اللي قاعده في البيت بتجيب في عيال وحاسه ان هي دي شغلتها ان هي تجيب عيال وتربيهم، اما الست اللي بتشتغل فتقول لا انا اجيب طفلين واستخدم وسيله تنظم الاسره علشان اقدر ان انا اوافق او ان انا اعمل توافق ما بين شغلي وما بين ولادي. خلاص؟ طيب قالك ان في خارطه طريق لعلاج الزياده السكانيه في مصر، ايه هي خارطه الطريق اللي عملوها؟ حطوا استراتيجيه معينه، استراتيجيه 2030، عشان يقدروا يتعاملوا مع الانفجار السكاني او مع الزياده السكانيه. بداوا يعملوا ايه؟ هنقول بعض الخطوات مش كلها. اول حاجه اطلاق حوار مجتمعي لبناء مسانده شعبيه لتبني السياسه القوميه للسكان، بدا يبقى في حوار مجتمعي، بقى في مناقشه، بقينا ندخل معانا الشعب يبتدي يشوف يعالج ازاي الزياده السكانيه معانا. رسم سياسة للإعلام السكاني، أبدأ أدخل الإعلام المؤسسات الإعلامية سواء الحكومية أو الخاصة إن هما يبدأوا يتكلموا في الموضوع ده ويبدأوا يثقفوا الناس. مراجعة الإطار المؤسسي للبرنامج، أبتدي أشوف البرنامج اللي أنا بحطه ده وإزاي هتابعه وإزاي هقيمه. أبتدي أفعل دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إن هما يحطوا مشكلة السكان دي كبؤرة اهتمام ليهم، يبدأوا يفكروا معانا يا جماعة هنحل الحاجات دي إزاي. ابدا اشوف ارصد المواد اللازمه للتعامل مع البرامج دي، وابتدي اشوف انا ممكن اوفر ايه لو انا خفضت معدل الانجاب. كمان ابدا احط المستهدفات بتاعتي، المستهدف احطه قصير الاجل، يعني اقول انا بعد سنه عايز 1 2 3، يعني اخر سنه، واتابعها بصفه دوريه، ما احطش مستهدف ان انا اقول بعد 10 سنين او بعد 20 سنه عايز ابقى كذا، لا، لما بحط مستهدف صغير قصير الاجل اشوفه بعد سنه مثلا، فهبتدي اشوف ايه عيوبه وايه مميزاته واقدر اصلحه ازاي. خلاص؟ هبتدي احط تقديرات النمو السكاني واعداد المواليد في الاعتبار لما اكون بخطط ان انا اعمل مرافق او خدمات عامه. انا بعمل خدمه معينه، ما اعملش الخدمه دي وانا مش واعي بحجم النمو السكاني بتاعي ولا اعداد المواليد. طيب ازاي بقى الوزارات والجهات المعنية بدأت تنفذ المهام الموكلة ليها ان هي تحفز الأسرة النموذجية؟ عندنا في المادة الثامنة من مشروع القانون ان هي ان الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المهام تحفز الأسرة النموذجية. يعني ايه تحفز الأسرة النموذجية؟ يعني تبدأ تشجع الناس ان هم يبقوا أسرة نموذجية، أسرة تتمتع بالصحة بالتعليم ليها كل الموارد،
طيب الوزارات طبقت ده ازاي؟ تعالوا نشوف وزارة الصحة والسكان عملت ايه. وزارة الصحة والسكان بدأت تثقف المرأة بأهمية عملها، بقت تقول لها اشتغلي وشغلك ده كويس، وبدأت الناس اللي داخلة على جواز تديهم دورات تدريبية خاصة بتنظيم الأسرة ده من قبل الجواز، وبدأت تقدم وسائل منع الحمل دون مقابل مادي في الوحدات الصحية. لما الست بعد ما تولد تروح الوحدة الصحية أو المستشفى تركب وسيلة ما بياخدوش منها فلوس، كل ده بيشجعه، يبقى ده دور وزارة الصحة والسكان. تعالوا نشوف وزارة التربية والتعليم الفني عملت ايه. بدأت تدمج المواد التعليمية الخاصة بالسكان والرعاية الصحية للأم والطفل في المناهج الدراسية، عشان الأطفال من هم لسه صغيرين في المدارس يبدأوا يتربوا على إن هم يعرفوا مشكلة السكان، يعرفوا إن لازم يبقى فيه رعاية صحية للأم وللطفل، ويطلعوا على وعي كامل بالموضوع ده. وزارة التعليم العالي قامت بالشيء نفسه، وبرضو عملت مادة دراسية لطلبة الجامعات عن السكان وتنظيم الأسرة. طيب وزارة الثقافة عملت ايه؟ بدأت تروج وتشجع برامج تنظيم الأسرة من خلال قصور الثقافة. عندنا في كل حتة على مستوى الجمهورية في قصر ثقافة، قصر ثقافة وهكذا. بدأت بقى قصر الثقافة ده يبدأ يشجع ويروج لاستخدام برامج تنظيم الأسرة. وزارة الشباب والرياضة برضو بدأت تروج وتشجع برامج تنظيم الأسرة وتثقيف الشباب وتوعيتهم بخطورة المشكلة السكانية من خلال مراكز الشباب اللي موجودة برضه على مستوى الجمهورية. المجلس الأعلى للإعلام كان فيه دور للإعلام برضه، إن يبدأ الإعلام والفن عموما يبدأوا يزودوا وعي المواطن عن برامج السكان وتنظيم الأسرة. بقى فيه إعلانات كتير بنشوفها في التلفزيون عن تنظيم الأسرة، بقى فيه مسلسلات وحاجات بتبقى هادفة بتتكلم عن زيادة السكان، أو يجيب مثلا ناس خلفوا كتير وبقى عندهم مشاكل ومش عارفين يصرفوا على أولادهم، فبدأ الإعلام والفن يناقشوا المشاكل دي بصورة كويسة جدا. إلزام المجلس القومي للسكان والمجلس التنفيذي التابع له إن يعملوا على طول اجتماعات دورية يقيموا فيها البرامج اللي احنا حاطينها نعالج بيها المشكلة السكانية. طيب هل في مقترحات معينة عشان نعالج قضية الزيادة السكانية في مصر؟ قالك أول حاجة حسنوا خدمات تنظيم الأسرة. يبقى خدمات تنظيم الأسرة أبتدي أحسنها، أبتدي أنشر الوعي على أهمية تنظيم الإنجاب وعدد أفراد الأسرة، وخاصة بين فئات النساء غير المتعلمات أو ذوات المستوى الثقافي المتدني. يعني الستات المتعلمة ماشي هنقول هي أكيد درست أو أكيد عارفة أهمية الموضوع ده، الستات اللي مش متعلمة هي ماشية باللي عرفته من زمان أمها وجدتها وكده، إن إحنا لأ نخلف كتير ويبقى في عزوة ويبقى في سند. تمام؟ كمان ضرورة انتظام خدمات تنظيم الأسرة، بقى فيها منظمة ومكثفة في أماكن كتيرة في مصر وخصوصا في صعيد مصر. يعني ما ينفعش أجي يبقى في مكان على مستوى الجمهورية أقول لا أصل المكان بعيد، ده أنا معرفتش أوصل، ده أنا ما عنديش مكان في بلدي عشان يقدم خدمات تنظيم أسرة. تمام؟ كمان الوصول إلى المناطق المحرومة من خدمات تنظيم الأسرة، الأماكن اللي ما فيهاش الخدمات دي اللي هو حوالي 3183 منطقة. كمان عندنا حوالي 1250 وحدة صحية ما فيهاش طبيب، فلازم أزود عدد الأطباء خصوصا أطباء النساء وأدربهم وأزود خبراتهم. تمام؟ كمان هبتدي أحقق التنمية البشرية اللي بتحسس القدرة بتحسن من القدرات البشرية للحد من خطورة هذه الظاهرة. يبقى ابدا اطور بقى، العب بقى على الناحيه البشريه، ابتدي اجيب الافراد بقى واعرفهم، ابتدي اسخر الموارد بتاعه الدوله واستخدمها بشكل حكيم على قد ما اقدر، ان انا احاول اوصف الموارد اللي عندي على قد الموارد البشريه اللي موجوده. كمان اعزز دور البرامج، برامج التنميه اللي هي بتبقى عايزه تعمل نهوض بكافه القطاعات الصحيه والاقتصاديه والاجتماعيه، يبقى انا اعززها واعزز دورها ما احبطهاش. تفعيل كل وسائل المتابعه وتحفيز السيدات المستهدفات. يعني ايه تحفيز السيدات المستهدفات؟ زي ما اتفقنا ان انا بستهدف الست بتلعب دور مهم جدا في موضوع الانجاب. يعني لو الست مش عايزه تنجب هيبقى صعب ان الزوج يجبرها، هي المشكله عندنا ان الست هي اللي بتبقى عايزه تنجب. تمام؟ ابتدي احاول اوفر على قد ما اقدر حاجات للشباب ان هم يشغلوا اوقات فراغهم فيها يشتغلوا، ابتدي ابقى في علاقه كويسه ما بين الدوله
مع القطاع الأهلي أو القطاع الخاص. ما ينفعش إن القطاع الخاص يبقى شغال في اتجاه لوحده والدولة في اتجاه لوحدها، لا لازم يفصلوا في نقطة مع بعض. طيب في بقى نقاط معينة للمناقشة يا ريت نهتم بيها، اللي هو مفهوم القضية السكانية، نوضح الجوانب اللي بتأثر عليها زيادة معدل نمو السكان وأسباب الزيادة السكانية في مصر، وكيف يمكن التغلب على مشكلة الزيادة السكانية في مصر، ونذكر دور الوزارات لتحفيز الأسرة النموذجية، وإيه هي المقترحات اللي ممكن تعالج قضية الزيادة السكانية في مصر. بالتوفيق إن شاء الله.